احلى اصحاب في الدنيا، وحشتوني كتير طبعا. ده اول فيديو ليا بعد خروجي من ستار اكاديمي. مبسوط جدا ان انا بتكلم معاكم، ومبسوط جدا ان انتوا دعمتوني كل الفتره اللي فاتت دي. ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه في اعمال كتير هبقى محتاج رايكم فيها، وطبعا اكيد كلكم مستنيين تعرفوا ايه المفاجاه. المفاجاه ان الحمد لله ان اخويا وحبيبي ايهاب امير وفى بوعده وشرفني مصر. هاي طبعا انا كنت دايما بقول له لازم يجي مصر، وهو قال لي ان شاء الله، بس الحمد لله هو طلع فعلا قد كلمته ووصل مصر بالسلامه. وطبعا عشان انا مش عايز اطول عليكم، انا كان حابب ان انا اغني لكم اغنيه كان نفسي جدا ان انا اغنيها في ستار اكاديمي. والنهارده طبعا انا مش هسمح لايهاب ان هو يغني على الصفحه بتاعتي ابدا، بس انا ممكن اسمح له ان هو بس يعزف معايا، ويا رب تعجبكم. مستني تعليقاتكم. وانا بين ايديك تهت في مكاني، ونسيت معاك عمري وزماني. الوقت فات وياك ثواني، قربني ليك سيبني اعيش احساسي بيك. اتحدى العالم كله وانا وياك، وبقول للدنيا بحالها ان انا هواك، وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك. قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك. اتحدى بيك كل الوجود وياك اكون او لا اكون. انا مش هعيش من غير هواك، انا قلبي عاشق للجنون. اتحدى بيك كل الوجود وياك اكون او لا اكون. انا مش هعيش من غير هواك، انا قلبي عاشق للجنون. من يوم لقاك حلوة الحياة، اتحدى العالم كله وانا وياك، وبقول للدنيا بحالها ان انا مهواك، وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك. قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك. اتحدى العالم كله وانا وياك، وبقول للدنيا بحالها ان انا مهواك، وان انت حبيبي وقلبي وروحي معاك. قربني ليك سيبني اعيش احساس هواك. حبوكوا كتير، وفي مفاجأة مستنياكوا على الصفحة بتاعت إيهاب الأمير. إن شاء الله بإذن الله هتعجبكوا، وأحلى فانز في الدنيا. ثانك يو. ميرسي. خليهم. في حد يحتاجه؟ حطهم بره أحسن؟ إيه بركة حبيبي. هون. هونيك ورا مش بره، ورا. احساس محمد اليوم بالايفال كتير حلو. افتكر كمان الاغنيه هو بحبها كتير، وواضح هيدا الشيء وصل كل احساسه فيها. انا بالنسبه لي صوته احسن، اللي عم ينتبه عليه كتير وبين هالجمعتين الفرق فيه هو اللي عم ينشغل كتير بالصفوف مع محمد، كان هو سبار النفس يلي عم يستعمله وبين انه مرتاح فيه اكثر، وهيدا الشيء ساعده ليثبت افلاته لحتى يكون في عنا عم يرسي احسن، وعم بيلفظ مزبوط اخر احرف وكل شيء. النيوانس عم بيستعملهم احسن، ولكن بعد بده ينتبه على النوتات العاليين لانه العالي شوي مزروك وبعده شوي نزال، دونك بعد بدهم شوية شغل. ولازم ينتبه شوي هو عم يحكي يكون اروق، وينتبه على الموفمون تبع ايده لانه كان كل الوقت عم بيسمع صوت ايده، دونك هذا الشيء بيقدر يكون مزعج اذا كان بتسجيل بفيديو او بمقابله بنبقى بنقول له اياها. وبدي هني ايهاب كمان على الاكومبانيومون اللي عمله اللي كان كثير حلو. محمد وايهاب كانوا بالفعل ممتازين،
وهذا الحلو ببرنامج ستار اكاديمي انه بهدفهم انه يوصلوا هالتلاميذ مثل ما شفنا اليوم، شيء حلو كتير. هلا محمد احساسه كان اكثر، صوته بعد بده شغل اكيد، القرار صار واضح ورنت صوته صارت عظيمه، بس بالنوتات العاليه بعده عم بسكر تمه شوي مشان هيك مزروق. بس متى فتح تمه رح تتفاجئوا كتير شو رح يعطينا محمد. واللي عجبني كمان الأكتر هو عم بيعمل احساسه محمد، ايهاب كان عم بيعطي احساس كمان، هيدا الحلو الشطاره عندهم، برافو عليهم، ان شاء الله يكملوا هيك. هي يعني مش محمد بس بحب هالغنية، أنا بحبها كتير كمان، وغنية إذا واحد غنيها بإحساس مثل ما عمل محمد بتفوت على القلب، يعني مثل ما بغنيها صابر الرباعي ومثل ما هلأ سمعناها هيك، هي هاي الغنية بدها إحساس، ومحمد شاب كتير حساس. أول شيء بدي أقول إنه فكرته كتير مهضومة، إنه إيهاب إجا على القاهرة ووفي بوعده، كتير كتير مهضومة الفكرة وذكية تيرافقه. بالإضافة إلى كل شيء ذكي، بكل شيء اليوم محمد كان ذكي باختيار إيهاب تيرافقه، بأنه ما رح خليه يغني على صفحته بيبقى بغني على صفحته، بأنه كارلا بتضل تقول ما تتصرفه كتير باللحن، سمع اللحن مثل ما هو رجع تصرف فيه مثل ما بده. كان اليوم إيفال محمد من أحلى المرات اللي أنا بشوفه فيها، تطور كتير، تحسن كتير، يمكن في أصوات أحسن منه، يمكن ما بعرف، مش هيدا المطل، مش هيدا اللي عم نحكي عنه، عم نحكي إنه هيدا الشاب كيف إجا وكيف صار، هيدا بطولة لإله، وهيدا إصرار على التطور، وهيدا يستر أكاديمي فعلا. اللي حبيته كتير بمحمد عباس اليوم هو إنه قال بكتير وضوح إنه هاي غنية كنت بتمنى غنيها بستر أكاديمي، يعني مرة المساج بطريقة ذكية، ما ضيعنا يعني، ما لف ودار وعمل وصلكن المساج. وبفتكر يمكن قد ما حابب يغنيها أناعكن إنه بيقدر يغنيها هالقد حلو فعلا. وأنا هي أول مرة ماري يعني هيك بحس عن جد كيف قديش فتح تمه محمد عباس، لأنه يعني عن جد مرسي وبرافو، لأنه ما بفهم كتير بالصوت بس حسيت إنه غير حدا عم بغني، مش معقول. وحتى بالبرايم هذيك اليوم كمان لاحظنا إيهاب، وبشكرك على هذا الشيء. كتير ذكي إنه الفكرة تعزم إيهاب، كتير مهضومة، اتنيناتهم كتير لذيذين، وكتير غنى حلو، وكتير هالشاب إحساسه قوي، كتير هالشاب إحساسه بيعرف يمرقه، وكتير هالشاب عم بيتطور وتطور. يعني بصراحة ما كنت متوقعة إنه محمد عباس يوصل لهون، بكل صراحة وبكل وضوح ما كنت متأملة إنه بيوصل لهالمرحلة بالبروغرام. محمد دائما يعني بهيك بمناسبات بمرق انه هو بحب هالاغنيه، وانه من احب الاغنيات على قلبه، وبحب يغنيها بالبرايم، ورجع قال بتمنى يعني لو غنيتها بقى ان شاء الله خير. اكيد الاحساس كان كتير قوي، حبيته مثل ما قلته انه غنيها اول شيء بشكل بسيط وحلو وامين للحن، وبعدين تصرف. انا فيني اعتبره مثل كانه عم يعمل ديفلوبمنت، او عم بي يعني عم بيكمل الأغنية بطريقته، وهيدا كمان شغلة حلوة نحن بنعتمدها عادة بالمغنى، إنه دايما منفوت بطريقة بسيطة وسهلة وواضحة، وبعدين إذا بدنا نعمل شيء أو نتصرف بتكون صوب الآخر، مثل إنه كأنه واحد عم بيتوج هالأغنية بإحساسه وبكل الأشياء الحلوة يلي بحب يحطها فيها. أنا بس عندي إنه محمد بعده أوقات بمحلات معينة بالعرب، وقتا بيكون عم يعطينا عربي كتير حلوة أو عم بيلف بصوته بيرجع بيسكر تمه، هيدا شغلة انه حرام. انا بتمنى كل نسرة من صوته اسمعها وتكون واضحة، يعني ما يضب شيء وما يرجع شيء لجوا. هيدا قد ما هو فعلا عنده احساس قوي، ان شاء الله كمان مع الوقت يقدر يطلع منا، لانه نحن بحاجة نسمع كل اللي عم بيقوله ونستمتع بكل هالاشياء الحلوة اللي عم يعطينا اياها.